تبقى المادة 35 من القانون قدمت اليوم تقرير السنوي للمجلس من بعد ما كانت رفعته لصاحب الجلالة وقدمت نسخ منه رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان. كيف كتعرفوا التقرير السنوي ديال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو تقرير يعكس الحالة ديال حقوق الإنسان في المغرب. هذا التقرير هو الخامس في الولاية الحالية، أي أنه كاين واحد الديمومة كاين استمرارية ديال تقديم التقارير السنوية مما يمكن الفاعلين الوطنيين والدوليين أنهم يتابعوا تطور ديال حقوق الإنسان في المغرب. هو أيضا مناسبة باش يمكننا نتبعوا النقاش الوطني وما تقوم به المؤسسة الوطنية. هاد السنة هذه كان العنوان ديالو حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإرساء يعني الدعائم ديال هذا النظام الوطني. المجلس لاحظ بانه مثلا اليوم الدوله المغربيه كتقدم الدعم المباشر، كتقدم دعم السكن، مجموعه من الاشياء، الرد اللي كان ديال المغاربه وديال الحكومه حول الكارثه الوطنيه ديال الزلزال اللي ضرب منطقه الاطلس. لكن المجلس ايضا يقدم توصيات اخرى باش يكون هذا النظام الوطني ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه يكون اقوى. طبيعة الحال التقرير فيه 340 صفحه وما نقدروش يعني نلخصه في بضع دقائق، لكن خلاصة هو تقرير كيعني بحالة حقوق الإنسان بالمغرب، كيعطي الناس الباحثين والدارسين وأيضا الصحافة والمواطنين أنهم يعرفوا شنو الوضعية ديال حقوق الإنسان في بلادنا. المؤسسة الوطنية هذا هو المنتوج الأساسي ديالها، يعني كل سنة هي مطالبة بأنها تعطي سواء دستوريا أو عبر مبادئ بارز اللي كتنضم للعمل ديال المؤسسات الوطنية. والمؤسسة الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب رئيسه عندها منصب نائب رئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان اللي كيشتغل تحت المظلة ديال الأمم المتحدة، والسنة المقبلة ستترأس هذا التحالف العالمي. وبالتالي هذه مناسبة أيضا باش يمكن نهو بها، وهي خدات جائزة دولية مرموقة والسنة المقبلة ستأخذ منصب مرموق أيضا في التحالف العالمي لحقوق الإنسان. تحياتي.